الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في تتميم احتجاجات رسول الله صلى الله عليه وآله مع المشركين واليهود والنصارى يذكر المرحوم الطبرسي رواية أخرى عن يهودي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول إن لموسى ابن عمران معجزات متعددة فانت تدعي انك افضل منه. يجيبه رسول الله صلى الله عليه واله وفي ما يذكره رسول الله نكات نقدم بها البحث. النكته الاولى الله عز وجل في القران يقول: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وفي الروايات تزكية المرء نفسه او لنفسه قبيح ان يذكر الانسان محاسنه امجاده ما قدمه هذا قبيح ومن جهه اخرى نرى في كثير من الروايات الائمه عليهم افضل الصلاه وازكى السلام يفتخرون ببنوتهم لرسول الله ولامير المؤمنين عليهما افضل الصلاه وازكى السلام الرسول يمدح نفسه في روايات كثيره ويبين فضائله فهل هذا من تزكيه المرء نفسه الجواب كلا تزكيه المرء نفسه كما في الروايات ان يذكر الانسان اوصافه لكي يجلب النافع او يدفع الضرر ملله تارة شخص يأتي ويقول أنا لي كذا من الكمالات هي حق لي أن أتصدى في هذا المنصب هذا مو من تزكية الفرع نفسه وإنما من إظهار ما يملك لكي يكون في المكان المناسب عندما يأتي ويستشكل على رسول الله أو على أمير المؤمنين سلام الله عليهما بقضية الأمير يبين فضائل نفسه ليتم الحجة ليتم الحجة عليه على هذا السائل ليبين من أين نعرف أمير المؤمنين إذا هو يعرف نفسه أو الأئمة يعرفونه ولا كيف لنا لنصل إلى تلك المرتبة السامية يا علي ما عرفك إلا الله وأنا كما يقول رسول الله فهو يبين جزءا من فضائله لما حتى يحتد الآخرون العلة هذه يعني أيضا التزكية تكون لله عز وجل ولهدايه الاخرين، هذا لا باس به. لذلك ورد في الروايات في تفسير هذه الايه فلا تزكوا انفسكم الامام الصادق سلام الله عليه يقول الروايه هكذا يعني تفسير الايه قول الانسان صليت البارحه وصمت امس ونحو هذا ان قوما كانوا يصومون فيقولون او يصلون فيقولون صلينا البارحه وصمنا امس. فقال علي عليه السلام لكن أنا الليل والنهار لكن أنام الليل والنهار ولو أجد شيئا بينهما لنمته هنا مو في مقام الاحتجاج مو في مقام إظهار الفاضل يقول أنا أيضا عبد من عبيد الله وأحتاج إلى ما يحتاجه البشر قل إنما أنا بشر مثلكم أنام جزء من الليل أنام جزء من النهار وأنام بينهما أيضا حسب الحاجة مع قلة نومهم المواقف تختلف تارة واحد يبين فضله لله هذا مطلوب تارة يبين فضله ليجلب الخير هذا رياء هذا السمعة هذا المحرم الذي يوجب حبط العمل كما في رواية الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام يقول هو الإبقاء الابقاء على العمل اشد من العمل. الواحد يمكن يعمل لله ولكن الابقاء على هذا العمل اشد اصعب، كيف؟ يصلي الرجل او يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرا. صلته نفقته تكتب له نفقة السر وصدقة السر، صلة السر. وهذا أجره مضاعف فيذكرها بعد ذلك يجلس في مجلس يقول أعوذ بالله من كلمة أنا وبعدين يبين أوصافه بهذه الطريقة البارحة تصدقت أو أخذ يد فلان اليتيم يبين هذا التبين على قسمين تارة يبين ليشوق الآخرين مو لإظهار المدح كسب المدح لنفسه هذا محبث لأنه لله هذا التبيين لله ولكن إذا لا تبين حتى يظهر فضل أمام الناس فيذكرها فتمحى فتكتب له علانية إذا واحد أعطى للفقير أمام الآخرين يرونه له أجر وإن أعطى له سرا فله أجران إذا ما دام هو بين المرة الأولى فكأنما أعطى النفقة أو الصلة أو الصدقة أمام الآخرين فتكتب علانية ثم يذكرها مرة ثانية فتمحى يمحوها بالماحيه فتكتب رياء. والرياء العمل نفسه في النار، والرياء مزيد وزر على الانسان كما سبق في بعض البحوث. هنا رسول الله صلى الله عليه واله لتبيين الحق ولاتمام الحجه يقول باني افضل من النبي موسى لان النبي موسى سلام الله عليه انما ظهرت منه المعجزات والكرامات لانه كان يتوسل بي وبال بيتي. هكذا ولولا التوسل بي وبال بيتي لم تظهر تلك الكلمات والمعجزات والايات بل لو كان النبي موسى في زماني لوجب ان يؤمن بي وان لم يؤمن فلم يدخل الجنه. لا إيمانة مقبولة لا نبوة السابقة تشفع له لأن الرسول هو الذي أكمل الرسالات وهو خاتم خاتم المرسلين إذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذا النبي موسى موجود والشريعة الإسلامية نازلة شريعة رسول الله لوجب أن يؤمن كما أن النبي عيسى على نبينا والي وعليه السلام يأتي ويصلي خلف المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا النبي موسى نقطة ثالثة ثانية نبين جزءا من حياة النبي موسى هنا معجزات متعددة كرامات مختلفة تسع آيات بينات كما في في القرآن الكريم من الآيات الجراد وفي الرواية الجراد الذي انتشر كان ياكل الخشب ياكل بيبان البيوت وبل كان ياكل الحديد ايضا شلون جرات كان وكان ياكل الثياب على البدن هذا العذاب اللي نزل ويجلس على وجوههم وعلى ابدانهم هذا نوع من العذاب ومن الكرامات ومن معجزات النبي موسى على نبينا واله وعليه افضل الصلاه وازكى السلام طبعا النبي موسى كان عظيم عند الله وفي رواية لطيفة أن الله عز وجل يقول إنما اخترت موسى كليما لأنه كان متواضعا يضع خده على الأرض أو وجهه على الأرض عند العبادة هذه السجدة السجدة جدا لها مقام مرتفع عند الله أشد حالات الخضوع هي السجدة المرحوم السيد الأخ رضوان الله عليه طبعا هذه نعمة أن يتوفق الانسان من ان يسجد على الارض. يقول ذات مره ذهبت الى مستشفى في الكويت او ينقل هذه القضيه عن احدهم. يقول ذهب الى المستشفى فيقول مريت من امام غرفه فاذا بمن في الغرفه مريض داخل الغرفه نادى يا ايها الذي تذهب من امام باب غرفتي ائت الي. يقول رحت شفت شاب عليه سماء الصالحين والنور ظاهراً على خده خديه وجبهته وجالس قرآن أمامه سلمت عليه قلت لها خير قال في الواقع أنا وصبت في ظهري فشلل كامل ما أقدر أحرك لا رجلي ولا يدي فأنا أرجو منك أنه هذا القرآن اللي أمامي تورق لي شاب يمكن دون الثلاثين عمره يقول هذا لأنه أنا إذا أقرأ قرآن فالصفحة تكمل ما أقدر أورق القرآن أذهب للصفحة الثانية فإذا أسمع صوت من يمر من أمام الباب أرجو منه أن يأتي عموما اللي موجودين في المستشفى ما يجون النتيجة هذا اللي هناك يشتغل الخادم أو غير الخادم أو الطبيب أو الممرضات أو الممرضون هؤلاء مو يعني أنه كل دقيقة يجون يصفحوا للقرآن فيمكن فد في واحد مثلك جاي زائر او كذا يدخل يورق لي القران فيقول تاثرت جدا له فقلت له ما حاجتك من الله سأل واحد مثلنا شنو حاجته من الله عز وجل ان يشفي طبعا قال انا متالم جدا من قضية واحدة أطلب من الله أن يوفقني لتلك فقط هاي حاجتي من الله أنا ما أتمكن أن أسجد وأشوف هذه في حالة السجود الاتصال بين العبد والله عز وجل هذا الاتصال يكون على أقوى مراحله أن أرجو من الله أن يعطيني فد قوة فقط للسجود أتمكن من السجود اللي يمنع من هذا الخير ويكون قلبه قلب رجل مؤمن نور الله قلبه بالإيمان يفهم معنى السجود لذلك الله, لذلك الله عز وجل يقول إنما جعل موسى كليما لانه كان يجعل وجهه على الارض ليعبدني. طبعا الكرامات المتعدده من الكرامات العصا طبعا هي هو عصا ادم على نبينا واله وعليه السلام والان بيد الامام الحجه الذي جعل البحر منفلقا هذه الكرامات التي يذكرها اليهودي بعنوان معجزات موسى الغمام بني إسرائيل بعد أن خرجوا من البحر في الصحراء كانوا في الحر قالوا يا رب طلبوا من النبي موسى أنه هنا ما عندنا إحنا ما نستظل به فمن الصباح كانت غمامة تأتي وتظللهم إلى آخر العصر وأنزلنا عليهم المن والسلوى بعد الغمام يعني الغمام هذه كانت موجودة والمن والسلوى إلى بني إسرائيل طبعاً بني إسرائيل أشبه الأقوام بالمسلمين أكو في رواية لتركبن أمتي سنة بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة النعل واضح نعلان يتطابقان القذة بالقذة يعني ريش الطائر ريش على جهة اليمين وريش على جهة اليسار يتطابقان في كل الأوصاف أو أذني الإنسان القذة بالقذة كما في اللغة أو أذني الفرس أذنان تتشابهان مشابهة كاملة فلذلك مطالعة حياة بني إسرائيل بني إسرائيل كانوا أقوى قوم عنودين جدا متكابرين على الحق هو أي النبي موسى فكذلك المسلمون متكابرون على الحق مؤذون وصل الرسول صلى الله عليه واله بآل بيته فماذا فعلوا بآل البيت؟ ولا نرى أن أمة الرسول صلى الله عليه وآله أكثرها قد خالفت قول الرسول وتعمل لتشويه سمعة الرسول صلى الله عليه وآله تشوفوا الكتب الموجودة صحاحهم كيف فيها تشويه لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله هسه غير هذول الدواعش والنواصب والوهابية وكذا لا تشوفوا كتبهم الرئيسية كيف يشوهون صورة رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا رواية لطيفة موسى على نبينا وآله عليه السلام خاف بعد أن ألقى عصاه فأصبحت حية طبعا ثلاث مراحل كان للعصا حية صغيرة ثم حية متوسطة ثم حية ضخمة وكبيرة لذلك في الآيات المختلفة أكو حية تسعى ثعبان وفي روايه ثالثه ايضا يعني هناك مراحل كانت للحيه في تشكلها فعندما القى العصا وهو في شاطئ الوادي الايمن لانه هناك الله عز وجل اعطى له هذه الكرامه وكرامه اليد البيضاء يد بيضاء تخرج من غير سوء يعني مو مثل البرص اللي مصاب بالبرص يده ايضا قد تكون بيضاء ولكن بسوء بمرض لا يد بيضاء من غير السوء بيضاء نظيفة مبين يعني كرامة كأنما النور يخرج من هذه اليد فالعصا فر الله عز وجل قال لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون وشلون فر فر ولم يعقب كما في الآية المباركة يعني بعد ما شاف وراء قام يشرد خب في الروايه اللطيفه ان النبي ابراهيم عليه السلام لم يخف عندما القي في النار. اما النبي موسى فخاف، شنو الحكمه؟ الحكمه الانوار الطيبه التي كانت في ذريه ابراهيم سلام الله عليه، لانه هو ابو الرسول اما موسى فليس ابا للرسول فما كان يحمل تلك الانوار الطيبه. لاحظوا الروايه إن إبراهيم الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن إبراهيم حين وضع في المنجنيق كان مستندا إلى ما في صلبه من حجج الله عز وجل ولم يكن موسى كذلك فلذلك أوجس في نفسه خيفة ولم يوجسها إبراهيم إذا من الضروري معرفة حياة النبي موسى وبني إسرائيل حتى يرى الانسان ويعتبر من حياتهم هنا ايضا رسول الله صلى الله عليه واله يشير الى نبوه النبي عيسى وانه ياتي ويصلي خلف الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا اكو في روايه ان المهدي هو عيسى بن مريم كما يعتقده النصارى هذه الروايه ضعيفه السند وأيضا معارضة بعشرات الروايات الأخرى التي تبين بأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر ابن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه روايات متضافرة بأن عيسى يصلي خلف الرسول خلف المهدي خاتم الأوصياء عجل الله تعالى فرجه الشريف روايات متضافرة إذن لا يعتمد بهذا الخبر الضعيف بل حتى هذا الخبر نقل بطريقة أخرى أنه لأن الرواية لا مهدية إلا عيسى بن مريم لا مهدية إلا مع عيسى بن مريم لماذا؟ لأنه يعني يظهران معا عندما يظهران ور في رواية في البحار أن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول للنبي عيسى تقدم وصل بنا النبي عيسى هناك يقول بعض الحجج مفضلة على بعض فالصلاة لك وأصلي خلفك هذا هو سبب إسلام وإيمان عامة النصارى بأن بأنهم يرون أن النبي عيسى يصلي خلف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف زين خلينا نشوف الرواية ونكمل بها البحث إن شاء الله وعن معمر بن راشد قال: سمعت ابا عبد الله يقول اتى يهودي الى رسول الله صلى الله عليه واله فقام بين يديه يحد النظر اليه، يعني يحدق في وجه رسول الله، يحد النظر فقال يا يهودي ما حاجتك؟ فقال انت افضل ام موسى بن عمران النبي كلمه الله عز وجل هو كليم الله قلنا بسبب سجدته على التراب وانزل عليه التوراه هذا الكتاب المقدس انزل عليه التوراه هذه الالواح التي نزلت عليه والعصا العصا اللي هو عصا النبي ادم كما في بعض الروايات وبيد الامام الثاني عشر سلام الله عليه وفلق له البحر عبرها عبر العصا فلق البحر كانوا اسباط 12 ف 12 فتح صار في البحر ليدخلوا وبعد ذلك طبعا للعصا هذا كرامات متعدده يعني استفاد من عيسى لذلك قال اهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى مثلا حجر اخذه النبي موسى من الطور فاتوا الى الصحراء عطشانين جماعة النبي موسى فضرب ضربة بالعصا إلى الحجر ضرب الحجر بالعصا فانفلق منه الماء أيضا هم 12 قسم كانوا 12 صبت كانوا فأصبح هناك مجاري متعددة من الحجر عبر مجاري متعددة لكل صبت مجرى من الماء ونهر من الماء وفلق له البحر هذا اليهودي يقول هاي كرامات موجة موسى معجزات موسى، واظله بالغمام في الصحراء عندما وصل بنو اسرائيل فقال له النبي صلى الله عليه واله انه يكره للعبد ان يزكي نفسه، واحد ما داعي يبين محاسن نفسه في بعض الاحيان يحرم اذا وصل الامر الى الرياء. ولكني اقول في بيان اتمام الحجه هنا واحد لازم يبين الحق ولله يبين الحق. إن آدم لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي. فغفرها الله له، وإن نوحا لما ركب السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق. فأنجاه الله عز وجل. وإن إبراهيم لما ألقي في النار قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني فجعلها بردا وسلاما، وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة، ألقى العصا خاف شاف ثعبان ففر ماذا قال؟ حتى يذهب خوفه قال: اللهم اني اسالك بحق محمد وال محمد لما امنتني. هكذا النبي موسى قال الله تعالى: لا تخف انك انت الاعلى. في ايه اخرى: لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. يعني بعد ان تمسك بالطاهرين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام الله امنه من الخوف، النبي موسى فكيف بنا يا يهودي ان موسى لو ادركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه ايمانه شيئا ولا نفعته النبوه يا يهودي الرسول صلى الله عليه واله عندما اتى اكمل الرسالات الشرائع الاخرى كلها نسخت اذا واحد كان نصراني قبل ظهور الرسول فهو في الجنه وإذا أصبح نصرانيا أو بقي نصرانيا بعد ظهور الرسول وإتمام الحجة عليه بثانية ثم مات في الحضيضة وفي النار انتهى نسخة الشريعة السابقة ومن ذريتي يا يهودي ومن ذريتي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدمه ويصلي خلفه هكذا طبعا هذا إن هو كما ذكرت سبب اسلام عامه النصارى لذلك الامام المهدي المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف له قتال مع فئه قليله من النصاب فقط لانه عندما ينزل النبي عيسى عامه النصارى يسلمون ويؤمنون وبعد ان يعلقهما على الشجره فعامه المخالفين ايضا يؤمنون بالامام المنتظر سلام الله عليه فلم يبق الا مجموعه من المعاندين طبعا بعد تعليقهم على الشجره كما في الروايه هناك افتتان اخر شجره يابسه تخضر وتخرج اوراقها فهذا يكون مزيد من الافتتان للمخالفين لذلك مجموعه يتشبثون بهذه التي يتصورونها كرامه لجسد لجسديهما بعد تعليقهما على هذه الشجره ولكن عامه المخالفين يؤمنون بالامام المهدي المنتظر سلام الله عليه وللسيد العم حفظه الله مجموعه من المحاضرات وكتيب في هذا الموضوع بان الامام المهدي سلام الله عليه انما يحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه واله وحكم امير المؤمنين هكذا يحكم مو يحكم بالسيف ويبين تلك الروايات التي تقول بان الامام يقتل ويقتل الى ان تجري المياه الدماء على الارض ويقول بان الروايات التي تقول بانه يحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه واله وبحكم امير المؤمنين روايات اكثر واصح سندا فتقدم فإذا قتال رسول الله صلى الله عليه قتال الامام الحجه في فتره قصيره سته اشهر في منطقه محدده ويقتل بها النصاب والمعاندين وبعد ذلك تتشكل الحكومه الالهيه للامام سلام الله عليه، اسال الله ان يوفقنا لرؤيه ذلك اليوم وان نكون من انصار الامام الحجه ومن اعوانه ومن المستشهدين بين يديه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين